إن شاء الله درس اليوم هو تتمة الدروس السابقة الخاصة بشرح لكتاب الباترون الإنجليزي. بالنسبة للدروس من الصفحة 114 إلى 128 سأقوم بشرح هذه الموديلات بشكل منفصل. وهنا أيضا دروس خاصة في الجاكيت والمعطف الكلاسيكي، سأقوم أيضا بشرحها مع إعطاء مثال بالصور واستخراج للموديل وشرح لهذه الدروس. سأنتقل إلى الصفحة 164. بالنسبة لهذا الباترون هو خاص بالملابس المطاطية جدا، جيرزي أو ليكرا. أولا سنقوم برسم زاوية قائمة وتحديد النقطة صفر. تحديد النقطة 2، 41 طول الظهر زائد سنتيم واحد. ثم سنقوم بتحديد الطول الكلي النقطة 2. لتحديد خط الإبط طول الإبط 21 سنقوم بحذف 3 سنتيمات أي 18. ثم نقوم بتحديد النقطة 3. بالنسبة لهذا الباترون يوجد نوعان، هذا النوع خاص بالملابس المطاطية جدا، وهنا سأقوم بإعادة رسم نفس الباترون وهو خاص بالملابس المطاطية قليلا. قمت برسم زاوية قائمة لتحديد خط الخصل 41 زائد 0.5، ثم نقوم بتحديد نفس الطول الكلي النقطة 1 والنقطة 2. بالنسبة للباترون الثاني خط الإبط 21 ناقص 1 أي 20 سنتيم. المسافة 0.3 سأقوم بتحديد المنتصف، هنا خط عرض الظهر، نفس العملية بالنسبة للباترون الثاني تحديد المنتصف. محيط الرقبة 37 تقسيم 6، قمت بالحصول على 6.1 ثم نضيف سنتيم واحد أي 7.1. سأقوم بتحديد نفس القيمة على كلا الباترونين. ثم سأقوم بالصعود ابتداء من هذه النقطة ب1.3. هنا النقطة 4، المسافة 0.4 سأقوم بتقسيمها على 8 وتحديد النقطة 5. ثم سأقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل. هنا أيضا هذه المسافة سأقوم بتقسيمها على 8، قمت بالحصول على 1.3. سأقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 0 ورسم خط تشكل زاوية قائمة، هذه الخطوط تشكل لي خط ميلان الكتف. عرض الظهر 34.4 تقسيم 2، قمت بالحصول على 17.2.
هنا سأقوم بحذف 2.5 الباترون المطاطي جدا، ونقوم أيضا بحساب نفس القيمة وحذف سنتيم واحد في المطاطي قليلا. في القماش المطاطي جدا عرض الظهر 14.7، وفي القماش المطاطي قليلا عرض الظهر هو 16.2. سأقوم بتحديدها على النقطة 3. ورسم خط تشكل زاوية قائمة. ابتداء من هذا الخط سأقوم بتحديد سنتيم واحد على كلا الباترونين، ثم سأقوم برسم خط الكتف. محيط الصدر تقسيم 4، سنقوم بحذف 3 سنتيمات في الباترون المطاطي جدا وسنتيم واحد في المطاطي قليلا، ثم أقوم بتحديد القيم على الباترونين، هنا 19 وهنا 21، ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة ابتداء من هذه النقطة إلى الطول الكلي. على خط الخصر سنقوم بحذف 3 سنتيم في الباترون المطاطي و 2 سنتيم في الباترون المطاطي قليلا. ثم سأقوم برسم حردة الإبط لكلا الباترونين. بالكيرف سأقوم برسم الجانب لكلا الباترونين. الآن سنقوم بتحديد الرقبة الخاصة في الأمام، محيط الرقبة تقسيم 6، قمنا بالحصول على 6.1. في الباترون المطاطي جدا سنقوم بحذف سنتيم واحد، والمطاطي قليلا سنقوم بحذف 0.5. سأقوم بتحديد القيمة ابتداء من النقطة 0. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة لكلا الباترونين، باترون خاص في القماش المطاطي جدا وباترون خاص في قماش مطاطي قليلا. الآن سنقوم برسم للكم. أولا سأقوم برسم زاوية قائمة، هنا سأقوم باختيار الباترون المطاطي جدا، سأقوم بحساب المسافة 0.3، ثم سأقوم بتقسيمها على 2، ثم سأضيف سنتيم واحد.
ثم سأقوم بتحديدها بهذا الشكل. بالنسبة للطول الكلي في القماش المطاطي جدا، سنقوم بحذف 4 سنتيمات في الطول الكلي. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة ثم سأضيف عليها 0.5. أقوم بتحديدها على الكم بهذا الشكل، ثم سأقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية. هنا في المنتصف سأقوم بالنزول ب 0.6، وهنا سأقوم بالصعود ب 2 سنتيم ورسم شكل منحنى الكم. بالنسبة لمحيط الإسوارة تم إعطائي في الجدول 16 تقسيم 2، سأضيف عليها 0.5. وهذا هو شكل الباترون الخاص في الكم، وهنا سيكون الكم القصير. سأقوم برسم الطول بهذا الشكل، ثم هنا سأقوم بحذف سنتيم ونصف وإيصال النقطتين بهذا الشكل، يعني أن هذا الكم خاص في التيشيرت. طبعا هنا القماش مطاطي جدا. سأقوم الآن برسم للكم بالنسبة للباترون المطاطي قليلا. أولا سأقوم برسم زاوية قائمة لتحديد هذه المسافة، سأقوم بحسابها من الباترون ثم سأضيف عليها 0.5. ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. الطول الكلي للكم، هنا الطول الكلي سنقوم بحذف 2 سنتيم. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة وأضيف عليها 0.5، وأقوم بتحديدها بهذا الشكل على مستوى الكم. هذه المسافة سأقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء متساوية، نفس القيم 0.6 والصعود ب 2 سنتيم ثم رسم منحنى الكم. محيط الإسوارة تقسيم 2، هنا سأضيف سنتيم واحد. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة للكم الخاص بهذا الباترون. وعلى الباترون سأقوم بكتابة بأنه خاص بالقماش المطاطي قليلا،
وهنا هذا الباترون خاص في القماش المطاطي جدا. لاحظوا معي الفرق بين هذين القماشين، هنا هذا القماش مطاطي لكن قيمة الامتداد قليلة وهو صالح لهذا الباترون، وهنا لاحظوا معي هذا القماش مطاطي جدا. سنقوم باستعمال الباترون الثاني. الآن سنقوم بإنجاز البنطلون الخاص بالقماش المطاطي. أولا سأقوم برسم زاوية قائمة، طول السرج 28، دائما المقاسات من الجدول ناقص واحد، ثم نقوم بتحديد النقطة 1 ورسم خط تشكل زاوية قائمة. ثم نقوم بتحديد الطول الكلي ناقص 8. النقطة 2، المسافة 1 2، سأقوم بتقسيمها على 2، محيط الأوراق تقسيم 4، سنقوم بحذف 2 سنتيم. سنقوم بتحديدها بهذا الشكل. ثم سنقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. النقطة 4. وهنا النقطة 5. سنقوم بتحديد سنتيم واحد بهذا الشكل وتحديد النقطة 6. المسافة 5 4، سأقوم بتقسيمها على 4 وتحديد هذه النقطة 7. سأقوم بإيصال النقطة 7 ب6 بخط مستقيم. ربع الأوراق سنقوم بالتقسيم على 6. قمت بالحصول على 3.5، سأقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 4، ثم أقوم برسم المنحنى بهذا الشكل. على الطول الكلي سنقوم بحساب محيط الكاحل تقسيم 2، ثم سنقوم بحذف 0.5. ثم أقوم بتحديدها بهذا الشكل. المسافة 1 4، سنقوم بتقسيمها على 3. أي أنني أحتاج إلى الثلثين. ثلثين هذه القيمة هي 15.3. ثم سنقوم بحذف 0.5. بالنسبة لي 14.8، سأقوم بتحديدها على هذا الخط. هنا يمكن إيصال النقطتين بشكل منحنى أو بخط مستقيم وتحديد المنتصف والصعود ب 0.75، وهنا سيكون عبارة عن خط مستقيم. وهذا هو شكل الباترون الخاص في الأمام. بالنسبة للخلف،
سأقوم بالرسم بلون مغاير. من النقطة 5 لتحديد النقطة 11 سأقوم بالابتعاد بأربع سنتيمات، ثم سأقوم بالصعود بثلاث سنتيمات، ثم أقوم بإيصال هذه النقطة بالنقطة 0. المسافة 4-5 سأقوم بتقسيمها إلى ثلاث أجزاء متساوية، أي هذه النقطة سأقوم بإيصالها بخط مستقيم بهذا الشكل. ربع الأوراق تقسيم 5، قمت بالحصول على 4.6، سأقوم بتحديدها ابتداء من هذه النقطة بهذا الشكل. ثم سأقوم برسم منحنى بهذا الشكل. على الطول الكلي سأقوم بتحديد 2 سنتيم ابتداء من هذا الخط، وهنا 3 سنتيمات، ثم سأقوم بإيصال بخط مستقيم وهنا بالكيرف. هكذا يصير شكل الخلف. الآن سأقوم بنسخ الخط الأزرق فهو خاص بالخلف. على الجانب سأقوم بإضافة قطعة من الورق. هنا خط المنتصف، سأقوم بطي الباترون بهذا الشكل حتى أتمكن من نسخ الخلف أو الأمام. بالنسبة لي قمت بنسخ الأمام. الجهة الثانية سأقوم بقص على اللون الأزرق أي الخلف. هذا الباترون خاص بالليجينز. عند التفصيل على القماش سنضيف فقط 2 سنتيم في الأعلى و 2 سنتيم في الأسفل. لإنجاز هذه الموديلات سنقوم باستعمال الباترون المطاطي جداً. سأقوم بإعادة لنسخ الباترون الأمام والخلف.
الآن سأقوم بتحديد الطول ابتداء من خط الخصر. سأقوم بتحديد مثلا المنتصف وحذف هذه المسافة. على مستوى الرقبة سأقوم بحذف سنتيم واحد فقط على مستوى الكتف بالنسبة للخلف، والأمام سنتيم واحد على كل الرقبة بهذا الشكل. قمت برسم لي الكم كامل بهذا الشكل. يمكن ترك القطعة بهذا الشكل أي تيشيرت بكم، أو يمكن عمل كما هو في الدرس. سأقوم بتحديد المنتصف وقص هذه المسافة أي المنتصف، ثم سأقوم بتقسيم هذا الجزء بهذا الشكل لعمل كشكشة. ثم سأقوم بتوزيع المسافات على قطعة ورق جديد. وهذا هو شكل الكم مع كشكشة. بالنسبة للشكل الموالي نفس الباترون، هنا على مستوى الرقبة الأمام سأقوم بتحديد 2 سنتيم. بالنسبة للخلف على منتصف الظهر سأقوم بحذف سنتيم لأننا قمنا بحذف سنتيم واحد على الكتف، ثم سأقوم بتحديد نفس القيمة 2 سنتيم. ثم سأقوم بتحديد المنتصف في الأمام والخلف، ثم أقوم برسم خط مستقيم إلى الإبط أو نقوم برسم منحنى بهذا الشكل. ثم سأقوم بتحديد شريط، قيمة الشريط 2 سنتيم تماما كما في الرقبة. أي عند التفصيل والخياطة سنقوم بتثبيت هذا الشريط مع القطعة بهذا الشكل أولا، ثم الرقبة بهذا الشكل. نفس العملية بالنسبة للخلف. الآن سأقوم بشرح الباترون الخاص بي. هذا النوع هو عبارة عن شورت مع تنورة. أولا سأقوم برسم خط مستقيم وخط في المنتصف يشكل زاوية قائمة النقطة صفر. طول الأوراق بالنسبة لي 20.6. سنقوم بحذف 6 سنتيمات. قمت بالحصول على 14.6 النقطة واحد، ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. طول السرج سنقوم بحذف 5.5 وتحديد القيمة، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة.
النقطة 2. محيط الأوراق تقسيم 4، سنقوم بحذف 3.5. قمت بالحصول على 21.5، سأقوم بتحديدها على طرفي هذا الخط بهذا الشكل. ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. من النقطة 5 سأقوم بتحديد 2 سنتيم، ثم سأقوم بإيصال النقطتين بخط مستقيم. هذه المسافة 21.5، سأقوم بتقسيمها على 4. قمت بالحصول على 5.3، سأضيف سنتيم واحد أي 6.3، سأقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 7. وسأقوم بإيصال النقطتين بمنحنى. من النقطة 10 سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. طول الخط هو 5 سنتيمات، النقطة 11. ثم ابتداء من النقطة 11 سنقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة، ثم سأقوم بتحديد 2.5، النقطة 12، وإيصال النقطة 12 ب10 بخط مستقيم. من النقطة 6 سأقوم بالصعود بسنتيم واحد وإيصال هذه النقطة بالنقطة 0 بخط مستقيم. من النقطة 8 سأقوم بتحديد 3.25، ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. المسافة 2.8 سأقوم بتقسيمها على 4، أي قمت بالحصول على 5.3، ثم سأضيف 2.5، قمت بالحصول على 7.8. سأقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 14 بهذا الشكل. ثم بالكيرف سأقوم برسم شكل منحنى. من هذه النقطة سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة، طول الخط هو 5 سنتيمات، ثم سأقوم برسم خط يشكل زاوية أخرى مرة أخرى، ثم سأقوم بتحديد 2.5 وإيصال هذه النقطة بخط مستقيم بهذا الشكل. ثم الآن يمكن إيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم
بهذا الشكل. الآن سنقوم برسم التنورة الخاصة بهذا الشور. سأقوم برسم خط تشكل زاوية قائمة، ثم سأقوم بتحديد نفس قيم خطوط العرض على التنورة. على هذا الخط سنقوم بحساب محيط الأوراق، تقسيم 4 ناقص 1 وتحديد القيمة بهذا الشكل، ثم نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة إلى الأسفل. على الطول الكلي سأقوم بإضافة 2 سنتيم وإيصال النقطتين بخط مستقيم. محيط الخصر تقسيم 4، ثم سأقوم بإضافة 1.5. ثم نقوم بتحديد القيمة بهذا الشكل. ابتداء من هذه النقطة سنقوم بالصعود ب 1 سنتيم، ثم رسم خط مستقيم بهذا الشكل، وهنا يمكن إيصال النقطتين بالكيرف. هذا الباترون هو خاص في الأمام والخلف، سأقوم بتقسيم الباترون في المنتصف وعمل توسعة، قيمة التوسعة هي 3.5. يتم خياطة هذه التنورة مع الشورت كقطعة واحدة، وهذا هو الشكل النهائي. الآن سنقوم بإنجاز للفستان المطاطي. قمت برسم الأمام والخلف، سأقوم بتقسيم الكتف إلى 3 أجزاء متساوية، نفس القيمة بالنسبة للأمام والخلف، ثم سنقوم بتحديد عرض الظهر ورسم خط بهذا الشكل، وكذلك على مستوى حردة الإبط. ابتداء من خط الخصر سنقوم بالنزول ب2 سنتيم، ثم من هذه النقطة سنقوم بحذف 1 سنتيم ورسم شكل البنسة في منتصف الظهر. على مستوى الطول الكلي سنضيف 1.5 سنتيم ليعمل توسيعة بالنسبة لأسفل الفستان، وهنا سنقوم بحذف هذه القيم. بالنسبة للأمام سأقوم بتحديد المنتصف بين هذين الخطين، ثم إيصال مع الكتف وحذف هذا الجزء وأيضا حردة الإبط. حتى تكون الرقبة الخاصة في الأمام ملتصقة مع الجسم، تذكرتم درس تفريغ البنسات؟ يوجد عندي بنسة على هذا المستوى 0.5، سأقوم بحذفها بهذا الشكل حتى أحصل على شكل الرقبة ملتصق مع الجسم، أي أنني قمت بحذف الهواء الموجود على هذا المستوى. ثم نقوم بعمل نفس التوسعة في أسفل الفستان 1.5 سنتيم.